السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم جميعا بألف خير وصحة وسلامة يا رب، ورمضان كريم. فأول مرة أطلع لايف، أتمنى تكون الناس شايفاني تمام. فإن شاء الله نتمنى لكم شهر رمضان كريم وشهر رمضان مبارك، وبعد الايام ان شاء الله، ونعاد على الجميع بالخير والصحه والسلامه يا رب. طب ممكن نتكلم برضو شويه بالانجليزي. Hello everyone, this is the first time for me to go live, okay, and we congratulate all our Muslim brothers by the holy month of Ramadan. Wish you a holy blessed Ramadan for all of us ان شاء الله. طيب انا النهارده يعني اتكلم شويه عربي وشويه انجليزي. يعني النهارده انا جاي اتكلم بس معاكم في موضوع بسيط. انا لسه مخلص صلاه التراويح، وانا في دبي دلوقتي راجع على المكان اللي انا قاعد فيه. فيعني دايما الواحد بعد صلاه التراويح كده بحس بروحانيات، والحمد لله بيشكر ربنا على نعمه الكتيره جدا. تمام، خلوني بس اوريكم المكان اللي انا قاعد فيه او المكان انا بتكلم منه. اوكي، نقلب الكاميرا. ده هنا موجود دين عند شارع الشيخ زايد في منطقة الخليج التجاري، بيزنس باي. This is شيخ زايد رود، بيزنس باي. اوكي، so it's very nice place here, all the supermarkets and everyone. دي منطقة حلوة، منطقة هادية، لسه مخلصين صلاة التراويح. فأنا بس حابب إن أنا أشارككم المكان اللي أنا فيه، وعايز أوريكم حاجة حلوة. أوكي، وإحنا ماشيين أهو. ف زي ما كنت بقول إن الحمد لله دايما الواحد بيشكر ربنا ويحمده ويشكر فضله على كل النعم اللي ادهالنا، وان احنا الحمد لله كنا في اكبر ايفنت اونلاين واوفلاين يوم الاربعاء اللي فات اسمه ذا توب. وي وير ان فيري بيج ايفنت هير فور اور اميزنج كومباني ذا توب. ات واز لاست وينزداي، اوكي، ويتش واز ذا لانش اوف اور كومباني امباسيف هير ان دبي. فكنا في الايفنت الكبير يوم الاربعاء اللي فات، الاعلان عن شركتنا الكبيره شركه امباسيف في دبي. تمام، وكان الاعلان موجود على برج خليفه وفي كل مكان في دبي. فانا النهارده جاي بشكر كل الناس اللي كانوا موجودين معانا. I am here to thank everyone supporting us, all our great founders, friends everywhere in the world. So it was a fantastic and amazing feeling. كان شعور روعة ان احنا نشوف بعد التعب وبعد الايام العصيبة كتير ومجهود كبير ان احنا نكون لايف من دبي وعلى برج خليفة. فزي ما قلت لكم انا جاي اشارككم كده لحظات حلوة، وجاي اوريكم المكان اللي انا فيه، مكان ظريف. وعايز اوريكم حاجة حلوة اعتقد كلكم هتكونوا مبسوطين تشوفوها. شايفين زي ما قلت لكم ده شارع الشيخ زايد. تمام، هنا شارع الشيخ زايد برضه. فخليوني معاكم please. I will show you very nice thing. I believe that you will be loved to see it. And this is the top. Do you see برج خليفة؟ شايفين؟ This is the top. برج خليفة اهو. احنا مكاننا at the top. شايفين؟ The light is on. We are at the very very top. The tallest building in the world. Our office is 151 and 134. ده برج خليفة. احساس رائع جدا
لما تشوف القمة وهي منورة وان احنا موجودين ومتربعين على القمة حتى من قبل ما نبدأ، احساس جميل بعد شعور بعد ايام وشهور من التعب والجهد، وانك تبص على برج خليفة وتعرف ان انت موجود هناك، اعلى مكان في العالم واكبر منطقة نقدر نقول the very best luxury place، اكبر واعلى واطول مكان فعليا في العالم. المكتب 151 يصنف على انه اعلى مكتب في العالم. شايفين ده برج خليفة، هو نمشي نروح على برج خليفة. احساس جميل لما انت، واحساس كبير بالفخر. We are very proud to be there. We are very proud to see our company after the amazing and hard work that our efforts pays as our founder and CEO all the time. Mr. Ash say efforts pays. So we did a fantastic job. الحمد لله عملنا مجهود كبير، والحمد لله ربنا كل المجهود بنجاحنا. ده برج خليفة. You see the light at the top? This is our office. I am trying to make zoom as much as I can. But our office there in the light. And one time I will make for you a live video from there, inshallah. So we are very proud. We are very honored. And thank you for all the people supporting. The people supporting us. شكرا لكل الناس اللي واقفه معانا واللي بتساندنا، ونقول لهم لسه القادم اكبر. This is just the start. This is just the beginning. You never imagine what will come soon ان شاء الله. دي بس البدايه اللي احنا نقدر نقول ده البدايه بتاعتنا، والقادم أجمل وأروع بإذن الله. شكرا للجميع. برج خليفة أم باسيف 151 134. We are at the very top where all the ears will bob. Thank you everyone. It was my pleasure to be with you today. شكرا للجميع. Very happy to be with you. سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم، وان شاء الله انتظروا كل ما هنكون قريبين في كل حتة في دبي، هتشوفوا احنا فين بالظبط في كل مكان في العالم. Thank you. See you at the very